هلا هاي موسيقى البرنامج الجديده ولا ساحبين علي فيلم يعني؟ وضحوا لي الصوره باللوبي او بالبوفيه، افتتحي لي البوفيه. لا عن جد انتم بتحكوا جد ولا بتمزحوا؟ انا سامعه شيء هو شيء ثاني. انا فكرت لهلا حاسه مش داخلين صح. يعني قتش غيرها الميوزيك. مش انت رامك انه انا عارفه هاي الحركه او مروه بتعرفي اي حدا مصعب برضه. على العموم احنا موجودين معاكم مباشره على الهواء اكيد بحلقه رح تكون كثير مميزه، كنتوا طبعا متعودين عليها وبتستنوها باستمرار. هي حلقه يوم الاربعاء اللي بتكون فيها يارا مجهزت لنا اشياء زاكيه واشياء حلوه وبنفس الوقت خفيفه وسريعه ومش كثير مكلفه 100%. فيار اليوم شو رح نعمل احنا؟ اول شيء مساء الخير، كيفكم جميعا؟ اشتقت لكم والله. بالضبط مع الميوزك اللي اليوم عاملين يعني كيكات مستوحاة من سفرتي لتركيا. كنت أشوفهم بالمحلات وأجربهم وأدوقهم، بصراحة كتير بسيطين ومكونات عن جد مش كتير فيها فزلكة. رح نعمل كيكة شوكولاتة وكيكة الحليب السخن، هاي بسموها، هاي كمان كيكة جديدة هلأ طالعة موضتها مش التركية. لا وإحنا عم نعمل الكيكة أنا بفرجيكم الخطوات، بنسخن الحليب وبنضيفه على الخليط قبل ما ينخبز. تمام. فبيعطي هيك طراوة كتير للكيكة. وهاي الكيكة نفسها رح نعمل منها كيكتين، واحدة نحشيها موز وكستر وكرز والثانية بس رح نعملها صوص ونشربها فيه وبتتقدم باردة. فهيك خفيفين لطيفين وبنفس الوقت ما في كتير مقادير مكلفة. حلو، معناته احنا رح نكون معكم مباشرة على الهواء. بدي منكم تكثفوا مشاركتكم على صفحاتنا بالسوشيال ميديا تحديدا عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال. بدي منكم تشيروا الحلقة ترفعوها لعدد مبالغ فيه من المتابعين، واكيد انتم بتحتفظوا فيها عندكم على صفحاتكم. وما تنسوا انه كمان بتقدروا تتواصلوا معنا دايركت من خلال الكومنتس، بتسألونا اي سؤال اي استفسار بنوصله دايركت ليارا. معناته اول كيكه ايش رح بتكون؟ هي كيكه الشوكولاته، رح نعمل الكيك البيسك كيكه الشوكولاته. اول شيء كيكة الشوكولاتة التركية رح تحتاج لأربع حبات من البيض ولملعقة صغيرة من الفانيلا ولثلاث أرباع كوب من السكر، نص كوب زيت نباتي من كرم زمزم، تقريبا كوب ونص من الطحين ونص كوب من الكاكاو، معلقتين صغار بيكنج باودر، بالإضافة لنص ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم ومعلقتين كبار زبدة وكوب من الحليب، وطبعا حيكون حليب الروابي. انت وضعك مش ضابط كانوا مع الميوزك. انا مش عايشه، حطوا لنا هيك احنا انا ويارا هيك لا 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 هيك اشياء يعني. لا الكفوف شيء كثير كبير وشيء كثير زين. طيب اسمعوا خلينا نبلش عشان هلا رح نرجعكم للميوزك. زي ما دائما بنعمل بنخفق البيض مع الفانيلا مع السكر على سرعه عاليه. فهلا رح نرجع لكم في ميوزك. شفتوا المقادير مكتوبه اوكي لحتى يصير لونهم ابيض ويتضاعف حجمهم. هاي خطوه كثير اساسيه لنحصل على كيك هش. تمام. وكلياتنا بنحب الكيك الهش. تمام نخلط ونرجع للميوزك. يلا يا رامي انجوي. بس انا بدي طلع مسموح نحكي مع الخليط عادي ما هو. طيب شوفي هلا اسيل بتقول يعني ما في داعي لليوم للوصفات خلص لانه انت وانا اذكى كيكتين في الحياه. عم جد شكرا لك. يلا باي. طبعا اخلاص. اهلا وسهلا فيكي وليد. كمان مساء الاربعاء، مساء الحلويات، مساء الكالوري، مساء هرمون السعاده. الله يجعل ايامكم كلها سعاده وجمال يا عيني. كمان بدي اوجه تحيه لمحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم اليوم مبدعين من الواضح. شكرا انكم غيرتوا الموسيقى لانها كانت هيك هايبر ومزعجه، هلا لقيناها اروع والله. عاد انا مش حاسه حالي انتو ذس ميوزك. مش قادره بتحبي انت أفيع. بس خلص مره هيك تشكيله. هاي دارين وقفت لك مش عارفين ليش فكرك اجت. هاي دارين اطمن انه من اللوك. دارين حلو الايلاينر اليوم، جننتها لدارين بالايلاينر يعني رمشت يرمشها اليوم كله. وانا بتركك مستحيل. بس هذا اكبر دليل على انها هي مناضله فنانه بالها طويل شوي هالقد طويل. تمام خلاص
سمت لي انا بعلي وانت بتعلي. ما انا بدي استاذنكم رح نطلع ميوزك. كيف رامي؟ يعني طبعا زي ما انتم شايفين الخليط بالحلويات كثير حساس، يعني هو يعني من اسرار نجاح الوصفه. يعني زي ما انا شايفه انت بتاخذي راحتك كثير بالخلط. ما هو انا يعني ماشي بتحبوا يوم الاربعاء، بس هذا اللي بزعل يوم الاربعاء. ما هو بدنا نفرجي الناس القوام المضبوط يعني 100%. هلا هي هون انا بفضل ينخلطوا اكثر من هيك، تمام. بس مش راضي رامي يرد علي، مش عارفه ليش لونهم فاتح كثير، شكله البيض مش كثير غامق. أوكي. طيب خليني بس شوي مخليهم تم شغالين رامي. ورح اخلط المواد، افرجيكم بقيه الخطوات سوا. اوكي هلا رح نخليها تنخلط لانه انت بدك القوام يكون شوي جامد. بدي اياها شوي اكثر فلفي، مش مشكله هلا بالنهاي. طيب هلا احنا بالمقادير في عندنا المكونات الجافه، عندي الطحين اوكي، وعندي كمان الكاكاو. رح احط قد احنا قلنا نص كوب تقريبا من الكاكاو. وين المقادير؟ هيهم. بفضل انخلهم دائما خصوصي. اوكي ليش بدك تنخليهم؟ عشان تكوني قايمه كل شيء موجود. صح، خصوصي الكاكاو لانه الكاكاو دائما فيه كباتيل. يعني طبعا عم نستخدم كاكاو من عند دوبي زي ما انتم شايفين. وهلا يعني شوفوا تنخيلته قديش حتكون سهله وسريعه وبسيطه. اكيد طبعا. هلا انت المواد الجافه بتخلطيهم دائما لحالهم 100%، لانه عشان لما نيجي نخلط ونعمل فولدنج كلياته يتوزع بالتساوي. تمام اوكي. طيب هلا بدي احكي شغله. بس خليني اكمل بقيه المواد الجافه مع بعض احسن. عندنا البيكنج باودر والبيكنج سودا، بس اشوف المعالق. وزي ما انتم شايفين لسه الخلط شغال، يعني وهذا اكبر دليل على انه هي بتاخذ وقتها بالخلط، بس احنا على الهادي عشان الصوت. طيب انا لاني عارفه العيار هم معلقتين صغار من البيكنج باودر، مش لاقيه هي وحده هيك من النظر بتصيري خبره بالكميه يعني. انتوا لا تعملوا هيك. ونص معلقه صغيره من البيكنج سودا. اوكي بنخلطهم كلياتهم مع بعض. وهلا رح احكي الخطوه اللي تفرق بهاي الكيكه. تمام تمام. طيب طبعا هون خالد ابو شوشه، اهلا وسهلا فيك، عم بتابعنا من القدس، اهلا وسهلا فيك يا خالد. كمان ام عادل النمري، اشتقنا لكم، شكرا كثير. واحنا اكيد بنشتاق لك دائما. كثير اشتقنا لها ثمانية عنك يا ام عادل. هو انا اللي كنت غايبه، انا متاكده ان انت كنت تتابعينا 100%. طيب هلا رح نضيف الزيت، زيت نباتي. صح اكيد زيت نباتي. هلا لما يعني ضعف عندنا حجم البيض، فرح نضيف الزيت النباتي من كرم اللي هو تقريبا ما زي ما مكتوب عندنا نص كوب من الزيت النباتي، وبنضيفه دائما شوي شوي. يارا كانوا عم بيطلبوا منك الكيكات اللي بالمايكروويف، مريم جبارة. أوكي. وعم بيقولوا لك انت تقريبا المقادير اليوم اللي عم تعمليها نفس الكيكه الاسفنجيه، يعني اللي هي مش الاسفنجية اللي فيها دهون، مش الاسفنجية اللي فيها دهون وحليب وهيك. في الكيك الاسفنجية هم الناس بسموها الاسفنجية. أوكي. بس هي مش الاسفنجية، الاسفنجية اللي بدون حليب مثلا، بتكون كمية الطحين فيها خفيفة. هدول الكيكات اللي بسموهم اللي فيهم نسبة دهون بس طريين. حلو. أوكي؟ طيب هلا الفرق بهاي الكيك اللي بدي اعمل لكم اياها، انه احنا الحليب اللي عنا شو رح نعمل؟ رح نسخنه على الغاز. اوكي مع معلقتين كبار من الزبده. اوكي يعني فعلا فيها دهون. لا مش كثير، هم احنا الزيت مش كثير كان كميته.
تمام. والزبده زي ما انا حاسه انها بارده كانها. لا لا هاي لانه طلعتها انا من الثلاجه، بس هي عادي بتنحط. شو بيفرقوا الكيكات اللي بنعملهم بالفرن عن الميكروويف؟ هلا انا صراحه مش كثير بحبهم تبعون الميكروويف. ليه؟ احكي لكم ليش، عشان هيك يعني انا مش كثير تحمست للفكره. لانه الميكروويف بي بي لما تعملي فيه زي لما تسخني خبز او تسخني اي شيء، بعد فتره بصير مطاطي، بتصير كثير شاده، ما بتضلها فلافي. ويعني ما بعرف، ما بقتنع بالمدة اللي بستوي فيها يعني. خلص بتحسيها من جوا ممكن تكون نية. ما حبيتهم أنا كيكات المايكروويف صراحة يعني. أمي محمد بتقول لك ولا يمكن يا ملكة الحلويات هي تضيع لك حلقة. يي الله يسعدك يا أم محمد حبيبتي. طيب هلا زي ما قلت لكم اللي رح نعمله بهاي الكيكة زي ما أنتوا حكيتوا، هاي الكيكة اللي بنعرفها. بس التزموا بالمقادير لأنها بتطلع معكم مزبوطة 100%. رح نضيف المواد الجافة اللي خلطناهم كلهم مع بعض على هذا الخليط بالتناوب مع الحليب اللي شوي رح ندفئ، رح نخليه شوي يغلي، يبلش يغلي ونقيمه. تمام. هذا الاشي جديد صار بعالم الكيك والحلويات، بيعطي او صار بلش ينتشر جديد، خلينا نحكي بيعطي طراوة عن جد للكيكة. بتحسوا الكيكة انه الحليب طريق. يكون دافي. الحليب يكون دافي. طيب أوكي. هلا رح تحطيهم بعد الفاصل بيكون غلا. طيب معناته رح نطلع بالفاصل بشكل سريع جدا، خليكم عم بتتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا وانجوي السوفت ميوزك عن جد. خايف اوريدي اوريدي نعسات طبعا بدنا نرجع لكم. اكيد بس بحب اقول لكم انه احنا قاعدين يعني بالفاصل ما شاء الله بنسمع صوت الخلاط بيخلط، فهذا اكبر دليل على انه لازم تضلها تخلط. حرام عليك. قبل ما ارجع لك يارا بس بدي ارجع اذكر كل يلي انضموا لنا هلا بانهم يشاركونا على صفحتنا بالفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال من خلال الكومنتس، وما تنسوا طبعا تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدروا تحضروا كل شيء بيروح عليكم من برامجنا، واكيد كل وصفاتنا اللي بدكم اياها بتلاقوها على القناه اللي راح تنزل هلا باسفل الشاشه. وبدي ارجع اخبر انه رح نطلع هلا بالصوص كانه. طيب خلينا اذا بدك تحطيهم يلا. خلينا عشان ما يتلخبطوا. طيب هلا عندنا المواد الجافه رح نضيفها على الخليط تبعنا برضه شوي شوي زي ما انا ما بشغل الخلاط بصراحه عشان ما يعجن. اوكي بالتناوب على 3 دفعات. هلا بيكون دابت الحليب مع الزبده وبنحرك بهاي او باي معلقه على الخفيف. ايوه هلا مش حابين تغلوا الزبده والحليب بصير نفس الهايده يعني، بس انا صراحه حبيت اشارككم هاي الطريقه عشانها يعني عن جد بتفرق بالقوام. راح نضيف شوي، انا خليتها شوي تبرد، راح نضيف. عم بسالوكي ليش نخلت المواد الجافه قبل ما تحطيهم بالكيكه؟ عشان اذا في شيء بالطحين، اذا مرات الكاكاو مع التخزين شوي بيصير فيه كبتيل كذا، بس عشان هيك هلا بنحط بقيه المقادير هي هون. شفتوا كيف بالتدريج يعني. والاهم من التنخيل او يعني قد ايه التنخيل مهم انه نخلطهم كلهم مع بعض عشان مش مثلا والله تركز في مكان البيكنج، يعني انا ما بحب اضيف الطحين بعدين اضيف البيكنج باودر او اضيف الكربونات، لا خلص كلياته بحب اضيفه يكونوا انخلطوا مع بعض عشان يدخل لكل المكونات. وهي الحليب والزبده. خلص هيك خلصت كيكتنا، هلا بنصبها وبنخبزها. بس انا بحب شوي هون هي. شايفين حتى لسه محافظة على على هشاشتها، يعني ما مطت معنا. لما تبطل عنا هذا القوام بتصير الكيكة ممكن تكون تمط، يعني حلو. بتفعل الجلوتين فيها عرفتي، فبتصير مش فلافي زي ما بدنا. هاي خلص هلا بنحطها بالفرن قديش تقريبا؟ حسب قالبكم، اهم شيء انه نصبها بثلثين القالب زي ما حكينا زي ما بنحكي دائما. يعني هاي ممكن تاخد 20 ل 25 دقيقة هذا الحجم بصينية مثل هيك. تمام؟ تمام اوكي. خلص. انت حاطة اشي بالصينية؟ زيت، دهنتها بزيت. اوكي. تمام؟ بتقدروا زيت وطحين. طبعا احنا متخانقين هون باللي بضل.
هالكيكه بتجنن. بعدين هلا سيف ناكلها خلص، ما بتخوف لانه اوريدي حطينا حليب سخن. اه صح، فما في عندنا مشكله. لا بس ما تردوا علي لانه احنا اهم شيء تبستر البيض. لا هاي معلومه غلط، بصيرش احكيها. ولا انا بقولها صح، معك حق. اه انت عادي، انا خلص رفيقي الماشي. انت بتقولوا يمين البيض بتبستر على درجه حراره معينه واحنا اكيد ما وصلنا لها. انت مجهزتي لنا وحده افطر؟ اه طبعا. هلا بدنا ناخذ الصوص يارا. اه هلا رح ناخذ الصوص، بس رح نعمله ونجهزه لبين ما تستوي كيكتنا، وبنفرجيكم كيف رح نجربها. تمام تمام، يلا نطلع للصوص. كوب ونص من الحليب بالإضافة لملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، نص كوب من السكر، ثلث كوب زيت نباتي من كرم زمزم، ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو من دوبي. أما بالنسبة للحشوة رح تحتاجوا لثلاث أكواب من الكاسترد الجاهز، ولاثنين كوب كريمة مخفوقة، وثلاث حبات من الموز، وكوب كرز أحمر، ونص كوب حليب، وملعقة كبيرة من مربى التوت. بس بدي ارد على اللي ببعثوا لي شو بتقراي تعليقاتنا، اكيد ما بكون شايفته واكيد بكون في شيء عم نحكي فيه. يعني هون بدي اقول لفايز الدبوبي اهلا وسهلا فيك وشكرا لتواصلك معنا، بالاضافه لميسر. انا دائما يعني بحاول اقراهم كلهم بنفس الحلقه، بس مثل ما حكينا يعني احيانا بتكون الكومنت سريعه وما بلحق. هاي اللي هي الجاهزه، هاي الجاهزه. بس هلا بعرف انه خربطناكم شوي، بس في مجال، بس مش دخلنا الموسيقى. في مجال ناخذ الصوص الاخير لانه بدنا نبلش فيه هلا وبعدين نعمل الحشوه الثانيه، لانه هم كيكتين. اوكي اوكي. لا ضربت اليوم معاك الموسيقى، حقكم علي، واضح الموسيقى نعستك كثير. يعني بنقول اي صوص وانا حاكي صوص صوص اليوم شو اسمه. طيب لاني انا ركزت معك، بتعرفي متى انت عم تحكي عن حشوه الكيكه الثانيه. اوكي تمام. هلا الصوص بدي اخليه، ليش انا كنت بدي نكسب وقت نعمله، تكون كيكتنا جاهزه وبكون لحق شوي برد وبنحشي فيه الكيكه الثانيه هذيك. تمام. احنا حكينا هذا الصوص فيه كوب ونص من حليب الروابي، عندي هون السكر. انا مش كثير بحب الحلاوه كثير، فانتوا اذا بدكم تزيدوا تقدروا، بس لانه الكيكه فيها سكر اصلا، وعندنا كمان الكاكاو والقهوه سريعه الذوبان، وفي عندنا كمان الزيت. بس ليش حطيتي قهوه وكاكاو؟ القهوه بتعطي هيك لذعه. تمام. عندي هون ثلث كوب من الزيت كلياتهم، هلا راح احطهم اخلطهم. اوكي. وهون هيام كمان اهلا وسهلا فيك هيام احمد، شكرا لك. عم بيقولوا بالنسبه لكيكه الميكروويف بتكون يعني لازم تتاكل سخنه وبسرعه وبتصير ناشفه. مزبوط صح. معلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان من دوبي، وعندنا ثلاث معالق كبار من الكاكاو. مزبوط هيك حطيتهم كلهم، بدي اتاكد. هذول كلياتهم رح نخلطهم على البارد. بنشغل عليه وبنضل نحرك. تمام اوكي. بس اعطوني شوي برضو على البارد. لا انا مشغله على فكره. اها طيب، انا بس بدي كنت افهم منك شغله، يعني هلا هذا الصوص اللي عم نعمله بدنا نشرب فيه. هلا رح نعمل كيكتين. كيكه اسمها بالتركي صراحه صعب احكي لكم اياه، كثير غريب، بس معناه بالانجليزي مول كيك. شو يعني المول؟ اللي هو الخلد، زي الخلد. كيف كيف بالتراب بتلاقي الكيكه عليه بيت الخلد هيك عامل. فهي هاي الكيكه رح نحشيها بالموز بالكستر بالكريمه، والكيكه الثانيه عباره عن كيكه بقالب مستطيل ونشربها بهذا الصوص. عم بسالوكي اذا الكاكاو محلى او لا. لا مو محلى طبعا، مش محلى لانه احنا اصلا حاطين سكر. هلا اذا الكاكاو عندكم محلى انتبهوا، انتبهوا لكميه السكر. تمام تمام، يعني معناته طيب. زي ما انتم بدكم، محلى بتخفف السكر، مش محلى بتزيد السكر. مية مية.
طيب شو في كمان اسئله؟ بديش اتركها شوي يعني صراحه معي. عم ببعثوا اكثر شيء على موضوع انه الميكروويف يعني شكله زي ما الاغلب انت بتقولي مش كثير بفضلوها. انا ما بحبها صراحه. ما بتحبيها يعني؟ عم بسالوكي ايش ممكن يكون في حشوات ثانيه غير الموز؟ هلا هي اصلا بالاساس هاي الكيكه بيعملوها بس بالموز والكستر والكريمه، لازم فالكرز هاي اضافه، والتشريب انه بنشربها في مربى التوت برضه كمان هاي اضافه. بتقدروا انتوا يعني هي فكرتها هيك بالموز. هلا اعملوا الكيكه بتقدروا تعملوا معها اي شيء ثاني، اي حشوه انتوا تحابينها. ممكن تحطوا كستر لحاله، ممكن تحطوا كستر بالشوكولاته كمان بيعطي طعمه كثير طيبه. هاي انا كنت ناوي اعملها اللي هي البودينج كيك، طيبه طيبه كثير صراحه. هلا هي بدك تستنيها لتغلى وخليها تغلي هي. هبل انا المهم عندي هون يدوب الكاكاو، وهلا رح نبلش بكيكتنا الثانيه. تمام تمام. بتحبي ناخذ مقاديرها ولا بتحبي؟ خلص اخذنا المقادير. بتحبي نبلش فيها؟ بنبلش. مش عارفه الموسيقى اليوم ضربت على مخي. انا شخصي انا بحكي عن نفسي، حاسه حالي عن جد وانا حاسه الموسيقى شوي يعني انا بتهايبروني. كانت حطيتوا لي شفتي؟ ما حاسه هيك. ما ضلش وصفات، هي صفحه واحده على فكره جد. طب احكي هذا الحكي قبل الموسيقى. طب حكيت ما انا ما قلت لك انا خلصت لازم صفحه واحده عشان المشاهدين ما يتغلبوا. خلص صراحه ماشي. يعني هلا شو بدنا نستنى نعمل؟ طبعا انت مستحيل من عليك تحركي. بحرك بركي صحصحت لي شوي. تفضلي تفضلي عطوفتك. تفضلي. اوكي طيب ايش انت رح تعملي هلا الحشوه صح؟ هلا بدنا نعمل هاي الكيكه. خلينا نعملها على هذا القالب. يا سلام. تمام. يعني وحده مدوره اليوم وحده مستطيله. خليني افرجيكم شو رح نعمل. شوفوا هي هون بس اشرح شوي انخربت. شو الفكره من هاي الكيكه؟ اطلع لهم الجاهزه يشوفوها ولا لا؟ خلينا اول شيء نحكي احسن. على فكره انا بسالوا بجاوب لحالي. بتسال بجاوبها شيء، بتجاوب شيء ثاني، وبتعمل اللي هي بدها اياه بالاخر. والله العظيم تحفه. هاشتاج في عالم ثاني. طيب ماشي. بس على فكره شوفوا عشان حطيتي قهوه وكاكاو انا شايف اللون غامق. ما هو وفي شيء ثاني صح نسيت احطه، اللي هو اذا عندكم قطع شوكولاته كمان. يا سلام بيعطي يا سلام زاكيه. هلا بده يسمك شوي. لا هو بيعطي ريتشنس اكثر. طيب هاي الكيكه لانه زي ما قلت لكم شكلها بيشبه الخلد اللي هو البيت الخلد، فرح نعمل هيك. رح نقص، نترك طرف تقريبا سنتي ونص 2 سنتي عشان نحط فيه الحشوه. تمام. بتشيليها يعني لازم يكون في فراغ شوي. بدنا نشيل هذا نفضيها كلها من جوا. هلا بتقدروا ما بدكم تعملوها بهاي الطريقه، بتقدروا تعملوها بصينيه مستطيله زي اللي انا عملت فيها. شوي عادي لو طلعت معكم هيك اولها ما في مشكله. بدك تفرغيها هلا. يعني انا عشان اسهل علي تفريغها رح اعمل هيك. وبتفرغيها للاخر ولا بتخلي شوي من القاعده؟ طبعا مش للاخر. هي اوكي. طب هلا شو رايك احنا بالفاصل بنفرغها؟ اوكي. ما خلص، ما بقول لكم اليوم مش ظابطه معنا ال لا 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 لا. طلعوا لنا على الفاصل وبنرجع لكم. لا 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 عن جد. ودينك بلانر صوتك فيش بعدين لو بتسكت يا رب بس او بتسمع انه احنا صرنا على الهواء. ما انا على الهواء مباشره. على الهواء مباشره مش مشكله اليوم لانه اول مره بنسمع على الميوزك. بس عن جد ثانك يو ثانك يو، بتجنن حلوه. هلا احاول اتنشط في كل الطرق عن جد. طيب قولي لنا هي شوفوا كيف. بس لحظه بدي افرجيهم شغله. شفتوا شيروا يا جماعه الحلقه. مروه شوفي كيف كانت فاضيه. شوفوا هون كيف هي فاضيه. طلعوا هون كيف مليانه. طلعوا لي على هيثم غز بهون زوم ان وشوفوا هالمنظر. شوفوا يعني سيبكم من يارا اللي طالعه نازله. مش مهم انا يعني صراحه. حطي لنا حبتين كرز. حطي حبتين. طب يارا نعم امتى ممكن تاكلي؟ نفرجيهم. لا وين اعوذ بالله، انا عمري طلبت منك اكل. لا اعوذ بالله، انا بدي اشوف كيف ممكن نفرجيهم من جوا الحشوه كيف منظرها. خلينا نخلص والله معنا وقت. شو طب رأيك؟ طب سؤال. طيب مس بسألوكي ممكن نحشيها زبدة اللوز أو الكاجو أو الشوكولاتة؟ اعملوا اللي بدكم إياه.
اي شيء بحشوها اصلا. يعني شوفوا الفكره اعملوها بوزه، احشوها بوزه اذا بدكم، بتطلع كثير زاكيه بتشتج. لا بالعكس بالعكس بتطلع. انت عم تحكي جد يعني؟ والله بتخوت انا فكرت. لا طيب شوفوا هلا بدنا نشربها تمام. هم بشربوها بس بحليب، بس اضافه الرازبري او اللي هو تو المربى توت مربى حاضر. لا لا انت مانع عن حالك السكريات، شو نسيت قطيش 10 سنين لك موقف السكر. السكر جاي هلا شو اسمه جاي هلا طبعا. ما هي هاي منظرها غير شكل. هلا ايش انت عملتي؟ هلا انا ذوبت المربى تبع الرازبري او التوت بالحليب. طب ممكن مربى فراوله اللي بدكم اياه. يعني انت حتى الحياه معك سهله، بدكم مش تحطوا مربى عادي يعني. هي بالاساس ما بنحط لها مربى، بس انا بحب هيك يعني، بحب بحبش الطعم الفاضيه، بحب الطعم يعني في طعم يكون تمام 100%. هاي شوفي ما احلاها، بس شوفي كيف عززتيها انت يعني. هلا حسيتها حلوه. ايوه ردي. لا مو حلوه، مو حلوه الكيكه، حلاوتها معقوله. هلا بضل هدول الاطراف اذا انتم شاطرين شربوهم لحالهم هيك حليب لحاله عشان ما يعبي عشان ما تكون ناشفه. انت شوف كيف بدها تصير مفتفته هيك. هلا اسهل إشي. طيب خلينا نقيم هذا، يمكن نحتاجه كمان شوي. انا بس افهم ليش اخترتي موز. هي هم الكيكه بس انت متذكره انه هون في كيكه؟ متذكره هم بيعملوها اصلا بس بالموز يعني مو انا، مش اختراعي هي. لحظه اروى، بس تجاوب على اروى، بتقول والله يا جماعه هاي الوصفات صعبه وشغل محلات ومكلفه، خلينا على وصفات بسيطه اي ست ممكن تعملها. مش قصدي إشي، انا مثلكم يعني مش كتير بعرف بالوصفات، بس انا لا اتوقع. هلا احنا ما بنقول انه هاي الوصفه تطلع هيك بهاي الاحترافيه بالشكل، لانه اكيد يارا هي الفنانه يعني. بس ممكن بكل بساطه بالعكس هي ابدا غير مكلفه، لانه ولا شيء عملته كان صعب، وبنفس الوقت كانت تقول لكم هذا ممكن تستغني عنه، ما بدك موز حط في كذا، يعني الموجود عندك بتقدر تستخدميه. يعني هي ما فيها شيء، كستر من العلب الجاهزه. يعني انا هذا اللي بحكي، يعني حتى ما اعطيتكم موز. نعم. بعدين انا عم بحاول قد ما بقدر الكيكات اللي بعملهم تكون عادي كيكات بيت، حتى طريقه تزيينها تكون. هلا حتى التزيين زي ما حكينا يعني مش ضروري، انا ممكن لو اعملها ما اطلعها هيك. انتم ما يغركم الشكل هلا، بس تعرفوا كيف تزينت رح تستغربوا. هلا رح ناخذ طبقه من الكاسترد تمام ونحطها هون. بقولوا لك اكيد ده حاجه اوباها عن جد. هيك بعثوا لي شيرين عوده بتقول لي حاجه اوباها. ياي هلا شيف صار انت اسمك ملكه الكيكات. الله، انا صرت ملكه المذيعات والضحكه الحلوه. يا عيني. وبقولوا لنا يعطيكم الف عافيه، ابدعتوا وفعلا منظر لا يصلح لاصحاب القلوب الضعيفه اللي عامل ريجيم يقوم يروح. ياي انا مبسوطه انه حبيتوها. هلا الكاكاو الخام يلي استخدمته قبل شوي لولو، بحب اقول لك انه هو من دوبي زي ما انتم رح تكونوا شايفينه موجود معنا دائما، دوبي مرافقنا بكل وصفاتنا، سواء القهوه استخدمتها من دوبي يارا، وبنفس الوقت الكاكاو استخدمتها كمان من دوبي، بتلاقوها بالسوبر ماركت باي مكان، وكمان الاسعار كثير كويسه والعبوه بتفيدكم لفترات طويله زي ما انتم شايفينها صارت على الشاشه. طيب هلا رح نحط الموز، وجيبوا موز طري طبعا. تذكريني بعد الحلقه احكي لك على قصه الموز الطري. اوكي في قصه صارت بالموز، يعني ما تجيبوا الموز اللي لسه مش مستوي او اللي هو لسه يعني زي هيك بهاي الطريقه. تمام تمام. بنحط الموز. هذه وجبه على فكره يعني. لا الصبح لا. اذا لا لا اقول لك يعني انا مثلا اذا باخذها الصبح فطوري بدل الفطور. مع انه انا بحبش الفطور يكون فيه سكر. ها انا هيني انا مش بعمل كيك وببيع كيك وكل شيء، بس انا مش مع انه الفطور يكون سكر. حلو. مش صحي لانه بيرفع الانسولين. هلا يرفع الانسولين ويقوي الادرينالين وتروحي تعيد حياتك. يرفع هرمون السعاده. بعدين روحي نامي على الساعه 8 بالليل. طيب هلا عندي هون كمان الكرز، انا جايبه هيهم كمان هدول. بتقيمي منه البذره بتحشيها؟ ولا بدك تخلي هذا اللي بحكي لكم اياه. ليش يعني عم يربحوا جائزه مثلا؟ يعني سؤال كان فكرتك جبتي مؤشر. سامعه يا هيام؟ شايفه؟ خليكي بس تكوني معنا. هلا بس بدي احكي لك شيء، يعني انا عن جد على اللي شايفته بقدر مثلا انا لو تمارا بدي اعملها هاي الوصفه بقيم الموز مثلا. بتقيمي الموز؟ ممكن اقيم الموز، يعني انا مش كثير فان مع الموز. طب حطوا كرز لحاله هلا مثلا اصلا. بتقول لك رنا فعلا هاي الكيكه عملتها هي رنا سلامه من قبل وكانت رهيبه وخطيره جدا. حلو يا رنا. بقول لكم انا هاي كثير كنت اشوفها وجربتها كثير حبيتها، والكيكه الثانيه اللي عملت اللي يعني بسيطه يعني ما فيها شيء وهيك فريش بارده.
بارده للصيف. هذا اللي بدي احكي لك اياه، انه بدات هلا كيكه الفواكه تختلف عن ايام زمان. زمان كنا نشوفها نفسها علبة الفواكه العلب ونفس اللون نفس ولا بحبها ولا انا اسمع، انا كان عندي عقده من الفواكه من وراء هاي الكيكه بتصدقي يعني. يعني حتى انا عندي مش موجوده في المنيو مثلا لاني ما بحبها. ما هو حتى هذا يعني اللي كان زي الاورنج، هو يمكن مانجا، هو برتقان مخمج ويابس، مش في إشي كان هذا عقد لي بحياتي. اقولها لماما، ماما ايش هذا عن جد؟ يعني ممكن بقول لك فراوله وموز. نعم ممكن فراوله وموز بصير. قطيش شو رايك بالكميات؟ منيح تحب ازيد كمان؟ انت عم تحكي يعني زي كانه قطيش لحاله شايلها وطالع يعني. يوم انا ما عندي حجزها خلاص. انا ما عندي مشكله يعني، بس عشان الحلقه بضل احشيلك فيها، ما في مشكله. طيب هلا طيب. يارا بدي اشوف كيف بدك تحطي هدول الاشياء هلا اللي قلناها. تمارا دقيقه خلينا بس هلا نرجع، رح نرجع نحط كمان هلا بقيمها. هلا كمان عم بيقولوا لك بدهم كيكات بارده، يعني تعتبر هذه بارده. طيب هلا رح نرجع نحط كمان طبقه من ال من الكاسترد هذا. يعني انت ما تنسي الجوانب ما فيها تمارا. قديش انا مش حاطه 2 كوب كستر على فكره، هدول اقل. ام عاصم اهلا وسهلا فيكي، وصفاتك جدا شهيه. والله شهيه، اسالوني انا. انا بنصحكم اذا عملتيها وعندك ولد عمره هيك 10 سنين ما تطعمي بالليل. ليش؟ رح ينام للساعه 5 الفجر. والله ما فيها اشي. بس لا بتعرفي انا برجع بعيد لك، يعني هاي الكيكات لما بتنحط مثلا بالثلاجه كم من يوم تقريبا بتضاينا؟ يعني لانه في كستر انا بحبش اكثر من يومين. بتخلص. كستر كريمة. طيب أظن كيكتنا هاي خلاص، بدنا نشيلها عشان بدنا نسقيها. هذه أخذت معي 20 دقيقة بالضبط. ممكن آيس كوفي كمان تعملي لهم. مرة عملنا صح؟ عملنا آيس كوفي زي ما بقول لكم. مصعب جاهز؟ نرجع منذكر، ارجعوا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، الحقوها، اضغطوا على سبسكرايب لقناة عمان تي في لليوتيوب. هاي القناة الخاصة فينا، بتلاقوها فيها كل البرامج اللي بتكون راحت عليكم. بتقدروا كمان تحضروا اي وصفة راحت من بالكم وجا بالكم مرة تانية، ترجعوا تحضروها بتشوفوها عنا مباشرة. طبعا قلبي الصغير لا يتحمل. تمارا كيف انت قادرة توقفي على رجليك؟ شيرين تمارا دمك خفيف ويلا دوقي عني وعنك وعنا يعني عن كل المتابعين. طيب شوفوا هلا وردفكي كريمة يا جماعة. هلا بدي احط شوي من هاي هيك، شوي من المربى بيعطي طعم زاكي كمان بيناتهم، لانه ما تنسوا اطراف الكيكه ما شربناها عشان ما تكونش ناشفه. اوكي تكون بدون طعمه. طيب هلا هيك انت سقتيها من كل الاشياء، هلا نحط الكريمه. بسالوكي ممكن يعملوها على طريقه الكب كيك. كنت احكي برافو عليكم صح. هلا كريمه مخفوقه، بس انا لانها من الطريق بدي ارجع اضربها. تضربيها مرة تانية؟ ما هي مضروبة. لا بس أشدها. أوكي دقيقة، بدك ترجع تشديها عشان تقدر تحطيها، لأنه أنا حاسة أنه لزق عليها الكيك هي الكريمة. طبعا هلأ كيف رح نعمل هذا الشكل؟ رح نحط طبقة من الكريمة هيك، نعملها شوي زي القبة وبعدين نحط عليها الكيك هذا فتفيت. أوكي بتفتفتيه 100%. طيب خلينا هيك عشان كمان بتكون بردة كيكتنا اللي عملناها عشان نسقيها. ايوه بليز هلأ ما تصوروني وانا بخفق. هلأ بصوروني. ليش؟ يعني بدها مجهود. طب صوروني انا. صوروا تمارا. تمارا ايش في بالخفاء؟ والله شوفي كلهم يا ولدي اخي قلبي، اتوقع ممكن اطبقها، راح اطبقها اليوم. كثير سهلة يعني، ما شاء الله عليك يا يارا ابدعتي. تمارا كيف قادرة توقفي؟ والله واقفة واقفة لهلا عيني واقفة. وزي ما حكيت لك يعني معظمهم عم بيسالوا انه ممكن يعملوها بطرق مختلفه بالنسبه لموضوع الحشوه. حشوه بتقدر تحطوا لوتس، بتقدر تحطوا فول سوداني، بتقدر تحطوا كثير اشياء. هو قلت له فعلا ما يصورك، عم بصورك من الطرف يعني، عرفتي هيك جايبك يا دوب ماشي مع فنجان قهوه بعد المغرب. يسلموا ايديكي كثير كثير، بتطلع زاكيه. من خالد ابو شوشه اهلا وسهلا فيك. أهلا يا خالد. شكرا. عبيت حالي انا طبعا. طيب هلا انت قلت بدك تعمليها قبه. يعني اوكي هاتي لنشوف كيف بدك تعمليها. طيب ولاش رح ناخذ الكريمه ونحطها نعملها على شكل قبه. ان شاء الله تكفي، انا حاسها قليله. لا يعني في فاصل. طيب بعد الفاصل نكملها يا رب. اوكي خلينا نطلع بالفاصل بشكل سريع ونرجع لكم لكيكاتنا السفاحه كيف انتم عم بتقولوا لي.
طبعا رجعنا لكم اكيد باخر جزء من حلقتنا لليوم. بدي ارجع اذكركم تكثفوا مشاركتكم بالسوشيال ميديا عمان تي في اوفيشال عمان تي في كيتشن. ما تنسوا انكم تشيروها للحلقه لتفرجونا قديش هاي الكيكات اليوم عجبتكم قديش رح تطبقوها. طبعا اليوم هلا عملنا الكيك اللي احنا شفتي الكيك اللي فضيناه شفتوا الكيك اللي فضيناه احنا بس بالايد هيك بتفتلوه زي المفتول وراح نحطه على الكيكه بس. هاي شفتوا سهلة ما بدها إشي كتير يعني ما يغرك شو بقولوا يعني مش إنه شكلها شوية يعني صعب. لا سهلة جدا وزي ما قلت لكم اعملوها في جطات بايركس يعني مش شرط إشي مش شرط إنه تعملوها بقالب دائري يعني. طيب هلا بالنسبة لهاي الوصفة بدنا نحاول نقطع شقفة عشان يشوفوها من جوا كيف. يلا وهي صار عندنا تنتين هلا الثالثة هاي نتركها هلا ما بنقدر نقطعها. هاي لازم تدخل على الثلاجة هاي خليها تبرد شوي لأنه فيها لسه ما تماسكت يعني. بس شايفين حاولوا غطوا كل الجهات تبعتها. لازم تكون مخبية عشان ما تبينش الكريمة. روعة 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 بقولوا لك ما شاء الله عليك يا شيف أبدعتي. شو نعمل بحالنا إحنا ورا الشاشة والله حتى اللي قدام الشاشة شو يعملوا بحالهم. خلاص اعملوها أنتوا بالبيت شكله بقولوا لك الكيك زاكي ومرتب صح تمارا. صح صحين يا هيام صحين صح. طيب هلا هاي احنا هيك خلصت انا بنظفها هلا على رواق مش رح نحطها. ماجدة نبيل تمارا احكي ليارا اني بحبها موت. يسعدك الله يسعدك مجودة بتحبك موت حبيبتي حبيبتي. اسمعي امسكي لي بليز. لا مش حلو نخلي منظرها هيك. وين اوديها؟ خليكي ماسكه. جد لا وكم هلا بوقعها قطيش كامل المسؤوليه بتتحملي. انت بدك تمسحي كل شيء وانا حاملتها هيك بتقدري تحطيها؟ لا هحطها. لا حول ولا قد اعذر من انذر يا بي انا بس شو اسوي. شفتوا كيكتي الحلوه اللي عملت لكم اياها اليوم؟ طلع طلع شوف لي بون صورني عشان ابين انا اللي عملت الكيكه. معروف احلى شيء المصداقيه بالهواء. معروف ما هو الكل رح يصدقني انه انا اللي عملتها. طيب هلا نيجي للكيكه الاخيره تبعتنا او اللي عملناها الثانيه اللي كان برضه هون اللي بنعملها بنفس الكيكه برضه عندنا احنا. انا عندي واحدة جاهزه انا قايم اعملها شكلها بتشهي زكي ابو جلود. شوفي هاي قد ايه مشربه ومسقسقه. هاي نفس هاي اوكي. أوف. قلبتها شو عملت؟ قصيت وجهها بصراحه شوفوا لانها لسه سخنه مش راح اغامر اقلبها قدامكم وبعدين تنكسر. اوكي اجرب. ما هي بارده مش بارده بردات؟ لا لسه فانا ما خليها بلاش تقلب. المهم راح اقيم هذا الوجه. بتقيموا هذا الوجه برضه راح نستخدمه. مشكله غلط يعني ما بزبط تنقصه هي بالصينيه ما راح تطلع مزبوطه. ما هي لانها بارده بس حاولوا انكم يعني تمشوا. لسه بتغلي لسه سخنه. المهم وين هذاك الكيك تبعنا؟ طب هلا بشكل عام انت لو قمتيها رح نقلبها رح نشربها بهذا الصوص. تمام نقلبها على الجهه الثانيه. انا قلبتها شايفين هذا الجهه العكسيه. استني اشوف اجرب. ما فيش كثير معنا وقت نجرب وتخرب وبعدين تقعدي توقفي على الزاويه حردانه. ليش بدي احرق؟ ما انت بتحردي لما بخرب شيء معك. بتخرب معي شيء. اذكرك؟ طب هلا بدي افرجيك انها ما رح تخرب معي. شفتوا كيف التحدي؟ شو برجك قلتي لي؟ عذراء. يعني برج السرطان يتحدى برج العذراء. على الهواء. على الهواء ورح تقلب ما رح تقلب، رح تقلب ما رح تقلب. ان شاء الله ما بتقلب. ان شاء الله ما بتقلب. طبعا كل شيء بمشيئة الله. لا انت ما سمعتيش حكيتي، ان شاء الله ما تقلب. ما بتقلب. لا قصدي انها تقلب. انا كان قصدي انها تنكسر. برافو يا يعني. برافو فعلا ملكه حلويات. شفتي هلا لازم نقص وجهها بس انا خلص يعني مش راح اقص وجهها هلا مش مشكله. تمام هيك وبتصير تسقيها صارت مستويه. مستويه كيف وانا يعني مستويه الاستقامه قصدي. الاستقامه فكرتها مستويه يعني. وبس بنجيب الصوص وبنسقيها بسم الله كلها كامله. وتركوها تبرد. لازم تبرد مش بالثلاجة. لا أول شيء تبرد برا بعدين بنحطها بالثلاجة. يارا الكيك الموجود على الكعكة وقت التقسيم والأكل بتفتفت ولا بتماسك؟ لا لا هلأ بنجرب. هلأ شوفوا 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 كيف شربتها. بشربها كامل. بتحبوها صوص أكتر بتقدروا كمان تحطوا. هلا خلينا نقيم هدول وفرجيكم كيف بدنا نفنشها. انا اليوم كثير رحت واجيت بصراحه. كيف بدنا ايش نعمل نفنشها يعني كيف بدنا تصير فنشت يعني
نخلصها فنش. نفنشها يعني من فنش يا جماعة. فنشها نفس الفتافيت اللي قصيناها، بس إنه بدي أستخدم فتافيتها هي. أوكي. ونحطهم على الكيكة. تمام. بس هيك نفس الطريقة. وخلص هيك بتكون صارت كمان جاهزة. بس بنكمل تزيين. يعني هذه اخف من هذه من ورا الكاسترد والكريمه والموز. بالضبط اخف وما فيهاش شيء يعني، واسهل ومقاديرها كلها موجوده في البيت تقريبا. حلو. تمام. بس هيك معناته احنا هيك صارت وصفتنا لليوم جاهزه كلياتها. يلا بس اخر شيء هيك ازين الوجه. بدي احاول الاقي صحن عشان جيبي لنا صحن. اسمعي في هون صحن بالشمال هاي. وين بالشمال؟ اسود لونه هون تحت الهاي. هاي شمال صارت عندك. هاي شايفة؟ هو هاي الشمال فعلا. مش مشكلة. هو مبدئيا يمين. استني خلي عن جد يمين؟ يعني يميني. طيب استني عندك خلي. سكينة ولا مع اجيب؟ انا بقسم لك بصير. طبعا انت رح تقسمي ولا انا بدي اضحي بحالي واقسم؟ طب استني شوي بس اخلص هاي. تمام هلا هيك. بس بدي ارجع انبه كل يلي عم بيتابعونا انه اليوم انتم دائما عم تطلبوا منا وصفات بارده وصفات سريعه. بدي ارجع اذكر انه كل الوصفات اللي عم تعملهم يارا بالحلويات دائما عم بتحاول تجيب لكم الفواكه الموجوده بالسوق، الفواكه الموسميه، بنفس الوقت عم تعطيكم افكار من والى. يعني اليوم زينت الكيكه من نفس الكيكه، فانتم اليوم ما في تكلفه عاليه، افكار مميزه وجديده موجوده بالمحلات. اكيد ما رح نربط انه يارا لانه عندها محلها فهي بتتميز انه تجيب اشياء صعبه ومعقده، حتى عم بتفرجينا الاشياء البسيطة كيف ممكن نزينها يعني 100%. طب أني اللي عملناها إحنا قبل هاي اللي على الشمال، وبدي أرجع أشوف إذا في حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار عن أي إشي أجيبها. بس دي بالك لأنه الستاند فيها. أوكي بسم الله. هيها كمان حابة أرجع على عمان وأشوفك يا تمارا ويارا من هيفا، بدها تيجينا من فلسطين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يعني يا ريتك تيجي. وأهلا وسهلا فيكي. طيب. عم بسألوك على التأثير وين بتحبوا على أي كاميرا؟ بصير أقص أنا وألف لكم إياها عشان أعرف. بدهم منك حلويات بالكيوي. أوكي إن شاء الله. بيصير الحشو كريمة مع مربى التوت والفراولة كمان بتكون زاكية. نعم بصير. كانت عم بتقول يارا اختاروا الفواكه اللي بدكم إياها. تقدروا تحطوا حتى الحشوات الجاهزة من بتعرفوها بنحطهم على التشيز كيك. أوكي اللي بتيجي جاهزة أوريدي. طب يارا ارجعي ذكرينا. اللهم صل على النبي. هيها شفتوا كيف؟ تفضلي. ميرسي لإلك. تفضلي. هلا بصور لكم اياها من هون دقيقه اضبطها. لا لازم افرجيكم انا طعمها. شوفوا طلعت معي موزه والمربياية وكرزاية. تحبوا تشوفوها؟ اعمل زوم ان ولا اوت؟ الله شوفوا الكرزاية اهي 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 شفتوا؟ هلا بدي ادوق لكم اياها. كاتو مرحبا كيف؟ بتشهي عن جد؟ حتى الموز مع الكاسترد قلب. بقول لك كثير زاكية. انا بستغرب ليه انت مش حابة الموز. ما انا بقول لك انا من وراكم صرت اكل كثير اشياء. يا رب تحبي تذكرينا ونختم الحلقة عشان اكل كيكتي براحتي. يلا اوكي انا قربت انام لانه الحمد لله اللي عم بتنام بس نخلص الحلقه. طيب اليوم عملنا لكم لحظه بدي الفها واحطها هون. بليز ديري بالك هذا عن جد. يلا ماشي. اليوم عملنا لكم كيكتين موجودين بتلاقوهم بالمحلات وبالاسواق التركيه. كيكه الشوكولاته الخفيفه اللي هي مشربه بصوص الشوكولاته عادي سهل جدا غير مكلف من الكاكاو والحليب والزيت والسكر وبس. وعنا الكيكة الثانية اللي هي بسموها إلها اسم صراحة صعب شوي بس معناته اللي هو زي كيكة الخلد بتنعمل بأكثر من طريقة. ونفس الكيكة اللي أصلاً عملت لكم إياها اليوم بطريقة وبتكنيك مختلف اللي هو سخنا الحليب هذا بيعطي طراوة كتير للكيكة. فأنا بنصحكم جربوها واحشوها بطريقة بدكم إياها وبرضو جربوها بهذا الشكل. يعطيك ألف عافية يارا. رح أشتقلك كتير. رح أغيب عنكم أنا فترة بسيطة جداً بس أكيد طبعاً إن شاء الله. هو هيك إجازة سريعة وبنرجع لكم بطاقة لذيذة. أنا ما رح أرجع لكم زيهم بوصفات برجع لكم بأشياء تانية. أوكي ضلوا بألف خير. نتمنى لكم بقية نهار حلو وموفق.